نشرة الأخبار من التلفزة الوطنية التونسية نستهلها بالعناوين. غدا إجراء مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية وإجراءات وقاية اتخذتها وزارة التربية لضمان سلامة التلاميذ وإطار التدريس والأعوان بالمندوبية الجهوية. مع فتح الحدود إجراءات صارمة توقيا من فيروس كورونا داخل الوحدات السياحية تطبيقا لمقتضيات البروتوكول الصحي الهادف إلى الحفاظ على سلامة التونسيين والسياح. في تجمع عملي وطني من عام الاتحاد العام التونسي للشغل يؤكد في صفاقس أن هذا التجمع يأتي دعما لاستقلالية القضاء وفي ظل تصاعد الهجمة المعادية للمنظمة الشغلية. نشرة الظهر من تونس، أهلا بكم. استكملت المندوبيات الجهوية للتربية استعداداتها لاستقبال تلاميذ السنة السادسة الذين يجرون اختبارات مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية غدا ليفسح المجال بعدها لمناظرة النوفيام والبكالوريا. الاستعدادات شملت الزيادة في عدد المراكز الكتابية بالنسبة للبكالوريا وتوسيع دائرة المراقبين لتشمل هذه السنة مدرسي الابتدائي والمساعدين البيداغوجيين والقيمين والإداريين المرشدين التطبيقيين، مع تخصيص فضاء للعزل احتمالا لأي طارئ أثناء سير الامتحانات الوطنية. في هذا الروبورتاج فكرة عن هذه الإجراءات من خلال ما أعدته المندوبية الجهوية للتربية بابن عروس. 13 مركزا كتابيا إضافيا لإجراء امتحانات البكالوريا هذه السنة بابن عروس، سيمتحن بها قرابة 9000 مترشح. أما بالنسبة لمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية فقد تم تخصيص 16 مركزا كتابيا بهدف تطبيق إجراءات البروتوكول الصحي. معناها احنا باش نطبقوا هذيك مسافه التباعد الجسدي في القاعات. اذا كانت عندنا في السنه الفارطه 25 مركز اختبار بالنسبه للكتابي بالنسبه للبكالوريا، السنه ولوا عندنا تضافوا لنا 13 مركز، اذا عندنا في جهه بن عروس 38 مركز اختبار كتابي. علاش هنا باش نحترموا مسافه التباعد الجسدي في كل قاعه؟ مسافة متر ونصف. إذا عندنا كل قاعة فيها أنتر 12 و 13 مترشح كونديدا في القاعة. وتوقيا من أي طارئ أثناء إجراء الامتحانات تم أيضا تخصيص قاعة للعزل ومركز للحجر الصحي. بل السيزيام والنوفيام هما باش يتعداو في نهارين، في صورة ما مثل مترشح عنده شوية سخانة والكل، عندنا فضاء هذاك نعزلوا فيه التلميذ يواصل امتحاناته بشكل عادي. بالنسبة توا للمترشحين للبكالوريا، في صورة ما وجود إصابة حالة هذايا عندنا بيان سور الجهة خاصة مركز الحجر الصحي اللي هو في برج صدرية. استعدادات وقائية رافقتها أيضا حملات توعية حول ظاهرة الغش. مش يكون ثم دي بوندرول دونك في مداخل المؤسسات التربوية تحذر من العملية هذه، تنبه التلاميذ على عملية الغش. كيف مع الاستدعاءات الفردية لإدارة العمل الامتحانات عملت مطبوعة وكولير وردي، مش يكون توزيعها مع كل استدعاء فردي مش يكون ثم مطبوعة، تؤكد على أنه ممنوع منعا باتا استحاب أي جهاز إلكتروني إلى مركز الامتحان. المندوبية الجهوية للتربية ببن عروس وبمساهمة من المجتمع المدني انطلقت أيضا في عملية تعقيم المراكز الكتابية ووفرت كل مستلزمات الوقاية للإطار التربوي وللمترشحين في مختلف المناظرات الوطنية. أكد المدير الجهوي للصحة بقبلي جوهر المكني تسجيل حالة شفاء جديدة من الإصابة بفيروس كورونا من بين الحالتين اللتين لا تزالان تخضعان للحجر الصحي بمركز اللواء الجمعي بالمنسير، وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 109 من بينها حالة وفاة وحيدة لامرأة مسنة من منطقة القلعة من معتمدي الدوزة الشمالية مصابة بأمراض مزمنة، فيما سجلت ولاية منوبة شفاء أول حالة من حالات الإصابة الوافدة وعددها 4 حالات حسب تصريح المديرة الجهوية للصحة بمنوبة إيمان السويسي. السياحة ضعيفة والمناعة أمام مثل هكذا أوضاع صحية أو غيرها تحرص وحداتها على تطبيق بروتوكولات التوقي من فيروس كورونا للمحافظة على سلامة إطاراتها وعمالها وخاصة لطمأنة الحريف واستقباله في أفضل الظروف. في تبرقة زرنا بعض الوحدات السياحية ورصدنا لكم أهم الاستعدادات خصوصا بعد ما فتح المجال البري والبحري والجوي. مع انطلاق الموسم السياحي في مدينة تبرقة، حرص من الوحدات السياحية على تفعيل البروتوكول الصحي للتوقي من فيروس كورونا المستجد.
الوحدات السياحية عملت على اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية في مختلف المواقع حماية للعمل والسياحة الذين انطلقوا في التوافد على الجهة. عدنا فتح النزل منذ مدة محترمين في ذلك البروتوكول الصحي اللي جات به وزارة السياحة، عملنا على تطبيقه حرفيا وكنا صارمين وجادين فيه، وذلك احتراما منا للحريف التونسي اللي نعول عليه برشا باش يجي محضنا في العطلة هذه. كمؤسسة سياحية سعينا إلى تطبيق البروتوكول الصحي لضمان ظروف السلامة والوقاية. جل الوافدين حاليا هم بالأساس تونسيون، تحسهم معناها فرحانين كونهم كي يجيو يلقاو لوتيل كونه معناها يلقاو ثم تفعيل البروتوكول الصحي، ماهوش كلام هو بصفة معناها تطبيقية. البروتوكول الصحي ومدى استجابة الوحدات السياحية للضوابط التي وضعتها وزارة السياحة كان محور زيارة لممثلي عدد من وكالات الأصفار إلى الجهة، زيارة مكنت كذلك من الوقوف على ما تزخر به الجهة من تنوع في المنتوج السياحي. وهذه العملية الترويجية الهامة لها أبعاد كبيرة على مستوى طمأنة وكلاء الأصفار الذين يسوقون الجهة بأن المؤسسات السياحية بجهة تبرقة عين درهم تستجيب للمتطلبات الصحية والوقائية وتوفر منتوج يستجيب للضوابط والمعايير الصحية. حسب ما نشوفه توا في النزول متاع جهة تبرقة فما تعامل صار مع البروتوكول الصحي، فما احترام كبير للبروتوكول من ناحية التباعد الاجتماعي، من ناحية التعقيم الأمتعة، الحريف يحط معناتها الباجاج نتاعو في الأكوي يطلع معناتها ما يمس حتى شيء. هما أكيد قاعدين يطبقوا في البروتوكول الصحي اللي جاهم واللي متوافق عليه، دونك يعطيهم بالحق يعطيهم ألف صحة ووفروا برشا حاجات، وحتى فما لاماجوريتي نتاع النزل أنهم زادوا في البيرسونيل يعني في الستاف. ويأمل العاملون في القطاع السياحي أن تسهم هذه الإجراءات في تشجيع السياح على القدوم إلى الجهة وفي تحسين المؤشرات السياحية مع فتح الحدود التونسية الجزائرية. تكريما لجهود المتبرعين والمساهمين من مؤسسات وشركات ومنظمات المجتمع المدني وأيضا أفراد لدعم جهود وزارة الصحة لمكافحة كورونا، احتفلت الوزارة بهذا المد التضامني الذي قدموه من تبرعات تمثلت في تجهيزات للمستشفيات ومستلزمات طبية ساعدت على السيطرة على الوباء. وقد قدرت المساعدات العينية ب 38 مليون دينار دون اعتبار الخدمات التي قدمها المتطوعون والتي تفوق 5 ملايين دينار. القيمة هذه اللي نحن أعلننا عليها 38 مليار تخفي قيمة أخرى ما حسبناهاش اللي هي خدمات قدموها عدد من المتبرعين اللي تفوق تقريبا القيمة متاحة 5 مليون دينار، وهالقيمة هذه نحن ما عملناش الاحتساب متاحة لأنها لا تقدر وما عندناش طريقة لتقييمها من ناحية المالية. هو احتفال الشكر للاعتراف للتثمين للجهد اللي قاموا به كمتبرعين توانسة جمعيات وأفراد ومؤسسات وحتى وزارات تبرعت لنا مثل وزارات اللي عطاتنا مبيتات أنا حطينا فيهم الناس، حقيقة هام ومؤثر ومكننا من برشا إمكانيات اللي ساعدتنا على السيطرة على الكورونا. نظم اتحاد الشغل اليوم بصفاقس تجمعا نقابيا وطنيا دفاعا ووفقا للمنظمة الشغيلة عن الحقوق المكتسبة للعمال في وجه مشاريع التفويت فيها، والتي تعمل الحكومة على الإعداد لها من خلال مشروع ميزانية 2020 ضد مشروع التخفيض في أجور العمال والموظفين والمتقاعدين. كما يأتي التجمع العمالي أمام تصاعد وتيرة الهجمة المعادية عن الاتحاد وتدهور القدرة الشرائية والارتفاع المفرط للأسعار والتراجع على عدد من الاتفاقات الممضاة من مختلف القطاعات وفق الاتحاد. التحركات اللي كانت في جهة صفاقس ولا التجمع تاع اليوم ليس موجه للضغط على القضاء كما يتصور، احنا ندعم لاستقلالية القضاء لأن نعرف الضغط السياسي المسلط على القضاء، نعرف المحاكمة اللي تسلطت في مجلس نواب الشعب والضغط وأن يجيبوا فرقة مختصة من عوينة في لمحة البصر معناها باش تولى القضية فهمني ولا أبحاث. المعركة هي معركة سياسية بامتياز والمستهدف فيه هو الاتحاد العام التونسي للشغل، يحبوا كل رصيد وطني موجود إلا وضربه، هم اللي مش تضربوا ومش يبقى الاتحاد ومش تبقى مكونات المجتمع المدني الحرة والمتأصلة. أردتوها معركة كسر عظام، فنحن للمعركة دي وسنكون فداء أبناء شعبنا في كل الخيارات نتاعو ونعرفوا المكان والتوقيت المناسب اللي مش نكونوا فيه من أجل الصمود والنضال.
اجتماع المجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل ستحتضن مدينة الحمامات على امتداد 3 أيام انطلاقا من 24 أوت القادم، ذلك ما خلصت إليه الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة منذ الأمس بصفاقس. وقد أعلن الأمين العام للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي أن موضوع الاجتماع سيتمحور حول الوضع الداخلي للاتحاد والشأن العام بالبلاد. وفي أعقاب اجتماع الهيئة الإدارية الذي دام أكثر من 13 ساعة، قال الطبوبي إن الهيئة قررت تنظيم تحركات احتجاجية وتجمعات جهوية قطعية. سيتولى المكتب التنفيذي بالمركزية النقبية تحديد تواريخها، وذلك تضامنا مع نقبية الصحة بصفاقس الموقوفين. وفي علاقة بالشأن العام بالبلاد والأداء الحكومي، أوضح الطبوبي أن الاتحاد لا يبحث عن إجراء تحوير في الحكومة أو حدوث فراغ سياسي، كما أنه لن يساوم بخصوص الاتفاقيات السابقة المنضاة مع الحكومة في مختلف القطاعات، وأبرزها الوظيفة العمومية والقطاع العام والأجر الأدنى المضمون للمتقاعدين وأشكال العمل الهش. في منطقة سميرات الجنوبية من معتمدية الروحية بسليان تتواصل عملية البحث عن امرأة تبلغ من العمر 56 عاما جرفتها سيول الجارية لوادي الخروب بن جيمية المرتبطة بوادي الحطب من منطقة سبيبة من ولاية القصرين. ووفقا لمراسلنا بالشمال الغربي حسن الكريمي استنادا إلى المندوب الجهوي للحماية المدنية بسليانة العميد عادل العبيدي، فإن الامرأة كانت ترعى أغنامها بأحد الحقول بالمنطقة لما جرفتها سيول الوادي أثناء تساقط كمية هامة من الأمطار. وكانت الجهة شهدت مساء أمس تساقط كمية هامة من الأمطار مرفوقة بالبرد بمختلف معتمدياتها. إلى سوق السيارات المستعملة الآن، هذه السوق التي تعج بالتجار والحرفاء وسماسرة، وفيها يجد الزبون في العادة ظلته في سيارة تقارب بين الجودة والسعر، فهل ما زالت هذه المقاربة متاحة اليوم؟ ركود سلعة ما عادة ما يؤدي إلى انخفاض سعرها، قاعدة اقتصادية تنطبق على جميع السلع، غير أنها مثلت عكس ما نلمسه هنا في سوق السيارات بتونس. فأسعار السيارات المستعملة كشفت عن ارتفاع المهول في أثمانها، فاق في بعض الأحيان أسعار السيارات الجديدة حسب زائري هذه السوق، والأسباب عديدة. تسمع بالأسوام أسوام وهمية وما فماش لا بيع ولا شراء، ولارها من الدار تخرج 10 ملايين، يخدم بها 20 سنة تولي في راي خلو غداش يقولك 30 مليون. قبل اللورو بلاش دينار تونسي عنده قيمة، تو ما عادش عنده قيمة، تو 100 تورو ب 327 في البنك أمس، كيفاش باش ترخص الكراب؟ تو مثلا كرهبة شعبية ب 21، تلقاه هنا أختها بالضبط عمرها 3 سنين يقول لك 24، ما تفهم حتى شيء، معناها مش واضح. المستعمل أطلع أغلى من جديد. ياك تشوف الأسواق أنت كيفاش؟ معناها كرهبة عمرها 20 سنة يقول لك 25 20، أسواق مخيالية بالحق، موجودة أسواق مخيالية، هذا تقلق الشاري التونسي بطبيعة الحال. تبيع أنت ما يخلوكش تبيع، كان على كيفهم هم، طيحوا لك السوق. طلعوا لكم 100,000 ديفو فيه باش تشري، يرجعوا لك كهرباء، معناها هم اللي يتحكموا في السوق من الاخر. السماسرة هم الحلقة الوصل في هذه السوق، عديد المواطنين يرون انهم سبب ارتفاع الاسعار، وهو ما فندوه عاكسين الهجوم على المواطن الذي اعتبروه المسؤول الاول عن هذا الغلاء. الكراب يقولوا القشارة في السوق وما قشارة في السوق، يقدر دخلوا في كراب 60 وب 70 مليون تاكل بها الضربة، سي طايش في الواحد، تو كراب ب 20 وب 25 تاكل الضربة، تبدل فما ما يتصلح، فما تفهمش يا ودي، راهم ياكلوا في خبزة، راهم قشارة يشري باش يصور 100 و200 و500 ومليون. القشارة تحط في واقع ما ينجم يعمل حتى شيء، تحط قدام واقع لازم يشريها غالية ويشريها، لازم يصلح. عاودي بيها يشري شي يصلح وبعدين يخسر الوكيل يبي يحب يبيع بالغالي، وبعض الوكيل كي يجي يشري قطعه نظيفه ما يحبش يشريها غالي، واخذها ب 12 ونص صرفت عليها 5 ملايين ما تكلف عليها 17 ونص، انا حتى فلوسي ما لقيتهمش انا كذا، العباد الدور وبرا فهم شيء، ما ريتش انا حتى كهرباء تبعتهم. انهيار سعر الدينار واحتكار سوق السيارات بعض من الاسباب التي ساهمت في ارتفاع الاسعار، وفي انتظار مراجعه بعض القوانين يبقى اقتناء سيارة بسعر معقول حلما يراود التونسيين لأجل. إلى أخبار العالم الآن، حيث توقعت منظمة الصحة العالمية أن يتراجع فيروس كورونا في الصيف ليعاود نشاطه في الخريف، كما حصل خلال سيناريو الإنفلونزا الإسبانية، مؤكدة أن الوباء لم ينتهي بشكل نهائي. وحذرت المنظمة من موجة ثانية قد تؤدي بحياة الملايين كما حصل خلال سيناريو الإنفلونزا الإسبانية. يأتي ذلك فيما وصل عدد الإصابات في أنحاء العالم إلى نحو 10 ملايين حالة اليوم الأحد،
وذلك في علامة فارقة في انتشار المرض الذي أودى حتى الآن بحياة زهاء نصف مليون شخص على مدار 7 أشهر. وتبلغ الإصابات في أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأوروبا نحو 75% من إجمالي المصابين، وذلك بنسب متساوية تقريبا بين المناطق الثلاث، بينما تسجل آسيا والشرق الأوسط زهاء 11% من الإصابات، وذلك وفقا لإحصاءات نشرتها وكالة رويترز التي تعتمد على تقارير حكومية. بعد أشهر من حالة العزل العام التي عاشتها فرنسا لاحتواء فيروس كورونا المستجد، بدأت اليوم الأحد الجولة الثانية من الانتخابات البلدية التي جرى تأجيلها بسبب الجائحة، وتشير استطلاعات الرأي إلى نتيجة سيئة للغاية للرئيس إيمانويل ماكرون الذي قد يفشل حزبه والجمهورية إلى الأمام في الفوز بأي مدينة كبيرة. وفي باريس تمضي رئيسة البلدية الاشتراكية أن إيدالغو قدما نحو تحقيق فوز مريح بعد حملة فوضوية من قبل ماكرون وحزبه، ومن المتوقع في الوقت نفسه أن يحقق حزب الخضر نجاحا في مدن مثل ليون ومارسيليا وبوردو وبالتحالف مع اليسار. بدأ البولونيون اليوم الإدلاء بأصواتهم في الدورة الأولى من انتخابات رئاسية تم تأجيلها نحو شهر بسبب فيروس كورونا، انتخابات يتوقع أن تتركز المنافسة فيها بين الرئيس المنتهي ولايته أندري دودا من اليمين القومي ومنافسه الليبرالي رئيس بلدية وارسو رافال دراسكوفيسكي. في أخبار الرياضة الآن، فاز لازيو روما على ضيفه نادي فيورنتينا بهدفين لهدف في مباراة جرت مساء أمس ضمن الأسبوع 28 من بطولة إيطاليا لكرة القدم، وسجل تشيرو لويس ألبرتو هدفي لازيو، فيما حقق فرانك ريبيري هدف فيورنتينا الوحيد، وبانتصاره على فيورنتينا قلص لازيو الفارق بينه وبين المتصدر جوفانتوس إلى 4 نقاط. وفي البطولة الألمانية لكرة القدم، أكد بايرن ميونخ جدارته بالفوز باللقب للمرة الثامنة على التوالي بتحقيق فوز عريض على مضيفه فولسبورغ بنتيجة 4 أهداف دون مقابل، وبكر كومان بافتتاح التسجيل منذ الدقيقة الرابعة، ثم أضاف كويسانسي الهدف الثاني في الدقيقة 37 قبل أن يعزز ليفاندوفسكي تقدم بايرن ميونخ بتسجيل الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 72، ثم اختتم مولر سلسلة الأهداف بتحقيق الهدف الرابع في الدقيقة 79. في خبر ثقافي، سلمت ريعة هذه الفنانة التشكيلية كان للحجر الصحي تأثير مباشر على أسلوب تعبيرها ونظرتها لمحيطها بكل مكوناته، تأثر عنونته سليمة بوقفة تأمل وترجمته في أعمال فنية احتضن عرضها أحد الفضاءات الخاصة بضاحية مدينة قرطاج. هو ليس بمعرض للوحات تشكيلية يضاف إلى سلسلة عروض الفنانة سلمة ريعة، وإنما هو معرض صور فوتوغرافية للفنانة ذاتها، فنانة عبرت عن ذاتها ومحيطها بأسلوب فني مختلف كان لفترة الحجر الصحي دور أساسي في اختياره. الحجر الصحي اللي عاوني باش نقف وباش نتأمل في برشا حاجات اللي ما كنتش نشوفها من قبل. لك التحول هذاك من نشاط إلى نشاط آخر يعطيك لديمونسيون تاع الفنان، أنه ما نجمش يكون مرتبط بشيء معين أو بأسلوب معين، لكن دائما وأبدا الظروف تحتم عليه أنه يمشي الحاجة تمكنه باش يعبر عن المشاعر بتاعه ويعبر عن الأشياء اللي يحبها والأشياء اللي ما يحبهاش. الأشياء التي كرهتها سليمة وهي تتجول في أنهج وأزقة مدينة قرطاج والذاكرة تحمل الكثير عن أهميتها وعظمتها التاريخية، هو اعتداء يطال آثارها وتشويه يصيب معالمها دون إدراك لخطورة ما يفعل بإرث حضاري ضارب في أعماق التاريخ. فما البني الفوضوي معناتها من 2011 فما كوارث قاعدة تصير. من الكوارث التي عبرت عنها سليمة من خلال الصور الفوتوغرافية الإصرار على مزيد الاعتداء على البيئة والمحيط. فما الوسخ اللي يعني يتصب في البحر. المعرض الفوتوغرافي لسليمة ريعة يتواصل إلى غاية 27 من شهر جويلية القادم بأحد الفضاءات الخاصة بقرطاج درمش بتونس العاصمة.
نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، وهذا تذكير بالعناوين. غدا إجراء مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية وإجراءات وقاية اتخذتها وزارة التربية لضمان سلامة التلاميذ وإطار التدريس والعوني بالمندوبية الجهوية. مع فتح الحدود إجراءات صارمة توقيا من فيروس كورونا داخل الوحدات السياحية تطبيقا لمقتضيات البروتوكول الصحي الهادف إلى الحفاظ على سلامة التونسيين والسياحين. في تجمع عملي وطني من عام الاتحاد العام التونسي للشغل يؤكد فسفاقس أن هذا التجمع يأتي دعم لاستقلالية القضاء وفي ظل تصاعد الهجمة المعادية للمنظمة الشغيلة. أشكر انتباهكم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.